مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. تمكنت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة من إحراز تقدم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب شن عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي. قالت مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش وألوية العمالقة المدعومة إماراتيا سيطرت على منطقة حيد بن عقيل الاستراتيجية قرب مدينة النقوب مركز مديرية عسيلان. أضافت المصادر أن المعارك تدور بالتزامن مع غارات جوية للتحالف على مواقع وتمركزات الميليشيا، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. في غضون ذلك، وصلت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا إلى عتق قادمة من المكلا تحت قيادتها السابقة، ولكن بمسمى قوة حماية شبوة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل تشكل هذه التقدمات في جبهات شبوة بداية لاستراتيجية جديدة في معركة مواجهة ميليشيا الحوثي؟ وفي أي سياق تأتي عودة قوات النخبة الشبوانية إلى المحافظة؟ تقرير صلاح حسن. مشهد عسكري محتدم وحراك عسكري وسياسي، هكذا تبدو الصورة القادمة من محافظة شبوة. ففي المديريات الشمالية الغربية أحرزت قوات الجيش الوطني وقوات العمالقة التي وصلت مؤخراً إلى المحافظة تقدماً عسكرياً، واستعادت بعض المناطق جنوبية مديرية عسيلان عقب عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية قالت لقناة بلقيس إن الجيش وألوية العمالقة المدعومة إماراتياً تمكنا من تحرير منطقة حيد بن عقيل الاستراتيجية، فيما لا تزال المواجهات العنيفة في منطقة النقوب والمناطق المجاورة. هذا التقدم جاء عقب فرار ميليشيا الحوثي نحو مديرية بيحان العليا ووادي الخير، بعد أن قطع الجيش أهم خطوط إمدادهم الرئيسي في منطقة الصفراء والقريبة من مناطق الحدود الإدارية مع مديرية حريب مأرب. وبالتزامن مع المعارك على الأرض، استهدفت سلسلة من الضربات الجوية مواقع للحوثيين في مناطق المواجهات، الأمر الذي زاد من حجم الخسائر البشرية والمادية في أوساط صفوف الإنقلابيين. هذه المكاسب العسكرية تزامنت مع عودة قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً إلى مدينة عتق بعد عامين من مغادرتها على إثر الهزيمة التي تكبدتها من قبل القوات الحكومية، غير أن هذه العودة جاءت تحت اسم قوة دفاع شبوة. يظل المشهد ضبابياً مع تسارع الأحداث العسكرية والسياسية في شبوة التي يبدو أنها ستدخل مرحلة أكثر تعقيداً، ففي حين يرى مراقبون أن هذا كفيل بتحقيق تقدم ضد ميليشيا الحوثي، يخشى آخرون أن يكون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أحكم سيطرته على المحافظة. لمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقاً اللواء محسن خسروف، ومن مأرب الصحفي أحمد عائض، وأيضاً المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلاً بكم معنا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيادة الدكتور أو سيادة اللواء عفواً محسن خسروف. سيد محسن، كيف يمكن قراءة المشهد في شبوة عسكرياً؟ شكراً جزيلاً، تحياتي لك وللدكتور جميح والعزيز أحمد عائض. على العموم، العملية بالوتيرة التي ما هي ماشية عليه لا نملك إلا أن نشد أيدي المقاتلين على أيدي المقاتلين والقيادة والتحالف. تحرير عسيلان وتحرير بيحان وتحرير حريب إن شاء الله عمل وطني عسكري جدير بالتأييد يعني، والتخلص من الحوثي وميليشياته عبر القوات التحالف والقوات المشتركة الجيش الوطني المقاومة عمل مطلوب ومرغوب فيه. المهم ألا يعني يحدث اختراق لهذا العمل الوطني الكبير الذي تحدث عنه القائد الصبيحي وقال أنه عمل وطني تحت قيادة الدولة الشرعية وعمل موحد وتحت رئاسة الجمهورية اليمنية، ألا تحدث يعني بعض الاختراقات غير الوطنية لأصحاب المشاريع الصغيرة لتفسد هذا العمل العظيم، وأن تستمر هذه العمليات باتجاه تحرير بيحان وثم حريب والاتجاه نحو فك تخفيف الضغط على مأرب وفك الحصار على مأرب. ولكن سيد خسروف، هذا عمل عظيم نؤيده. سيد خسروف، هل التخوف فقط من حدوث اختراق كما تقول، أم أن هناك أيضا أسباب قد تدعو إلى التخوف؟
ما أشار إليه التقرير من مجيء قوات حماية شبوة كما قيل والدفاع عن شبوة وهي قوات النخبة الشبوانية السابقة. أنا طبعا لا أحكم على لا أحاكم النتائج. الساعات القادمة الأيام القادمة كفيلة بأن تبين كل شيء على المطرح السياسي والعسكري. كل شيء سيتضح يعني. وأتمنى أن تترفع قيادة الانتقالي والنخب وكل القوى السياسية الأخرى تترفع عن الصغائر أو المشاريع الصغيرة في اتجاه استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن. وحينها بعدها بعد أن تستعيد الدولة وتستقر الأمور لكل حادث حديث يعني. طيب سيد أحمد عائض، هل يمكن أن ننظر إلى ما جرى من تقدم للجيش والعمالقة في شبوة بالإيجابية التي قرأها اللواء محسن خسروف؟ عموما عندما أقرأ المشهد العسكري الذي تم استكماله خلال الأيام الماضية، عندما تحضر القوة العسكرية وعندما يحضر السلاح النوعي يحصل التقدم. يعني نحن نتحدث الآن عن قوة نوعية ووصلت، وعن غطاء جوي كان كبير جدا اليوم، أسطول من المسيرات يعني قبل بداية العملية العسكرية استهدفت المسيرات مواقع الميليشيات الحوثية وحققت يعني أهدافا كبيرة، وتقدم المقاتلون بالمسطحات وكاسحات الألغام، فحدث انهيار سريع للميليشيات الحوثية. الحوثيون بعبع يعني أعطوا أكثر من حجمهم بسبب الإمكانيات الضعيفة الموجودة حاليا لدى الجيش الوطني. يعني يمكن القول أن المرحلة الأخيرة بات الجيش الوطني يقاتل بأسلحة كما تملكها أي قبيلة من قبائل اليمن، في حين يستقر هو إلى أدنى الإمكانيات من الأسلحة النوعية. طيب إذن هل يمكن اليوم هو من هل يمكن هل يمكن تفسير ما جرى أننا أمام آلية جديدة تجاه ميليشيا الحوثي وتخليص اليمن من ميليشيا الحوثي، أم أنها يعني متعلقة بما جرى سياسيا في محافظة شبوة من تغيير المحافظ وما إلى ذلك؟ هناك الكثير من القراءات السياسية وهناك الكثير من الأطروحات والفرضيات، لكن أنا أضم صوتي إلى صوت اللواء محسن خسروف أنه في هذه اللحظة ليس مجال لذكرها أو مناقشتها، لأنها ستحدث الكثير من الحساسيات لدى فقر النفوس. لدينا هدف جميعا لدى الشرعية ولدى المجلس الانتقالي ولكل أبناء الشمال ولكل أبناء الجنوب عدو مشترك، وهو الميليشيات الحوثية التي تحاول الانقضاض على الجمهورية والثورة والوطن بشكل عام. فالأيام القادمة كفيلة بمعالجة أي تصدعات في جسد الشرعية أو مع حلفائها بشكل عام. طيب دكتور محمد جميح، سياسيا هل تتفق مع ما قاله اللواء خسروف والصحفي عائض؟ في البدء أحييك وأحيي اللواء خسروف والأستاذ أحمد عائض. وبطبيعة الحال يعني أي إنسان أو محلل أو مواطن عادي يرى في الحوثيين طامة اليمن الكبرى والعدو اللدود لكل المكونات السياسية، فهو لابد أن يتفق مع ما طرحه الأخوان العزيزان في هذا السياق. الحوثي لم يدع لأحد مجال لأن حتى يبقى محايدا، إلا أولئك الذين هم بالأصل يقفون معه ويزعمون الحياة. وبالتالي في تصوري أن القوات القادمة هي في 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 يعني في أصلها وكلها بطبيعة الحال هي قوات يمنية، سواء كانت من الشمال أو من الجنوب. أي قوات تقصد؟ صحيح أن هناك مكونات سياسية، وصحيح أن هناك أقصد قوات العمالقة وقوات حماية شبوة أو النخبة الشبوانية، بالإضافة إلى قوات الجيش الوطني الموجودة أصلا في هذه المناطق. وبالتالي أنا أعتقد أنه في هذا الظرف وفي ظروف المعركة واحتدامها، فإنه لا ينبغي أن نركز على مزيد من التحليل حول انتماءات هذه القوات وتوجهات هذه القوات. في الأخير هذه القوات هي يعني المشرف العام لهذه القوات هو الذي يدعم هذه القوات وهو التحالف العربي، وأنا أعتقد أنه ليس من مصلحة الحكومة اليمنية ولا من مصلحة التحالف العربي بأن تدخل هذه القوات في صدام. فلندعم هذه القوات ندعم تقدمها على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي من أجل تحقيق الهدف المرسوم. سيادة اللواء محسن، لماذا هذا التقدم لم يحدث خلال الفترة الماضية؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟
والله انا ما كنت لا كنت لا احدث هذا السؤال يعني في هذا الظرف بالذات يعني. ما يعنينا الان ان هناك تقدم وانجاز عسكري على الطبيعه على الارض وانتصارات. طيب خفايا يمكن ان نغير من مصطلحات السؤال التي استخدمتها انا. ما العوامل التي ساعدت لهذا التقدم؟ سهل يعني مش مشكله يعني ضع ثقه السؤال كما هي يعني. انا اتمنى من كل قلبي ان يكون الهدف من وراء هذه العمليات الرائعه والانتصارات المهمه هو هدف وطني عربي خالص، وان لا يكون هناك عدو يعني موهوم يتم التربص به من خلال هذه العمليات. وانا طبعا اتمنى ان تؤدي هذه العمليات الى ما نصل اليه، وبالتاكيد القوات الجيش الوطني والمقاومه بكل الوان طيفها في مأرب في حريب في الجوبه في كل المناطق هي قوات ستقاتل بالتاكيد في نفس الاتجاه وبدون اي هدف يعني. وان شاء الله نرى ان هذه القوات القادمه من اتجاه عتق عسيلان بيحان حريب ان شاء الله الجوبه هي قوات ستلتحم مع بعضها وتتكامل مع بعضها في اتجاه هدف وطني يمني عربي. اذا انت سيادة اللواء أنت تؤكد أن عودة النخبة الشبوانية بعد أن أخرجت من شبوة هي لدعم الجيش والعمالقة في هذه المعركة؟ أنا أتمنى من كل قلبي هذا، وأنا قلت لك في معرض إجابتي أتمنى أن لا تكون هناك اختراقات أو عمليات أخرى تفسد هذا العمل الوطني العظيم، هذه الإنجازات العظيمة. الكلام الذي سمعته من القائد الصبيحي جعلني يقشعر بدني لشدة وطنيته وصدقه وصراحته وإصراره على الإيضاح بأن هذا العمل لا يخدم أحد، لا يخدم مكون ولا يخدم جهة ولا يخدم فيها، وأنه عمل وطني يمني عسكري تحت رأس الجمهورية الليبية وقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي. سيد أحمد عائض، المعطيات الموجودة على الأرض هل تنبئ باستمرار هذا التقدم وإحراز نتائج ربما لصالح دحر ميليشيا الحوثي؟ سيد أحمد عائض تسمعني؟ يبدو أن الاتصال به خلل حتى نعاود الاتصال مرة أخرى بسيد أحمد عائض. دكتور محمد جميح، ما العوامل، أنا قد سألت اللواء محسن خسروف، ما العوامل التي يعني جعلت من هذا التقدم سريعا خلال الساعات الماضية، وأنا أسأل هنا سياسيا؟ طبعا يعني حتى ولو على المستوى الميداني نوعية السلاح التي دخلت وكم السلاح الذي دخل والطائرات المسيرة استخدامها ربما يعني ضمن مرات قليلة نادرة استخدم اليوم بكثافة شديدة في هذه المعركة، كل ذلك أدى إلى ما حصل. أنا أعتقد أن التكتيكات هي تكتيكات معركة الساحل، يعني رأينا غطاء جوي كبير في معركة الساحل وتقدما سريعا على الأرض بفعل الإعداد الجيد والغطاء الجوي والسلاح النوعي، هذا على المستوى العسكري. على المستوى السياسي لا يمكن فهم ما حصل يعني بعيدا عن الحراك السياسي الداخلي ولا أقصد على مستوى مفاوضات السلام، لكن طبعا التهيئة الأرضية في محافظة شبوة، تغيير المحافظ لابد أن لذلك علاقة بذلك، لابد أيضا أن لزيارة رئيس الوزراء أمس إلى أبوظبي هي أيضا مرتبطة بهذه العمليات كما هي مرتبطة بالجانب الاقتصادي وما يتم الحديث عنه من وديعة ربما تودع في البنك المركزي اليمني، ربما تسهم فيها الإمارات والمملكة العربية السعودية والجانب الغربي كذلك. طيب. هذه التطورات مرتبطة ارتباط كبير بالوضع الميداني اليوم. طيب عودنا الاتصال بالصحفي أحمد عائض. سيد أحمد مرحبا بك مجددا، كنت قد سألت إذا ما استمرت هذه التقدمات كيف يمكن لها أن تؤثر على المعركة في مأرب؟ طبعا التقدمات التي ستحصل على أرض الميدان ستحدد إنجاز كبير على الصعيد العسكري، فأنت تعمل على خاصة إذا وصلت التقدمات باتجاه محافظة البيضاء ستعمل على قطع شرايين عدة لتدفق الميليشيات الحوثية وقطع خطوط كثيرة،
وإلهاء الميليشيات الحوثية بجبهة مشتعلة، وهذا ما سيساعد كثيرا مقاتلو الجيش الوطني بمحافظة المأرب من الانفكاك من الضغط والتفرس على جبهة واحدة من قبل الميليشيات الحوثية. يستطيع الجيش أن يناور في أكثر من جبهة وأكثر من محور، وستكون الانعكاسات إيجابية جدا على أرض الواقع. طيب، يعني إن سألنا عن الإمدادات للجيش الوطني في شبوة، هل مثل هذه الإمدادات تصل له في مأرب، أم أنها إمدادات خاصة بمعركة شبوة وللمعطيات الموجودة في شبوة؟ كل الأسلحة النوعية التي وصلت خلال الأسبوع الماضي كانت خاصة بمعركة شبوة لا غير. أما ما الذي يمنعها عن مأرب؟ حتى هذه اللحظة لم يصل محافظة مأرب أي شيء من الأسلحة النوعية، وما كل ما وصل هو لمعركة محافظة شبوة والاتجاهات المخطط لها حسب ما نبى لنا من بعض القيادات العسكرية. طيب، تم الاتفاق بين رئاسة الجمهورية والتحالف العربي على أن هذه العملية ستشمل استكمال محافظة شبوة 3 المديريات، ثم التحرك باتجاه محافظة البيضاء ومحافظة مأرب، يعني على كل بشكل عام. طيب سيادة اللواء، إذا ما استحضرنا اتفاق الرياض، هل نستطيع قراءة ما يجري في سياق الاتفاق، أم أنه خارج ما كان متفق عليه؟ هي طبعا ثم ضغط يعني مورس على المجلس الانتقالي أو اتفاق حينما استدعي الزبيدي في الرياض، وتم الاتفاق معه على أن يعني تسخر كل الجهود لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة، وأن لا تكون قوات المجلس الانتقالي قوة مناوئة للدولة الشرعية، وأن لا تكون أو لا تقوم بأي عمل مضاد يعني يعيق أي مخططات عسكرية أو سياسية للدولة في هذا الاتجاه. وهذا طبعا يصب في قلب مخرجات الرياض واتفاقية الرياض، هي هكذا المفروض كان هكذا، يعني أن 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 تؤول القيادة والسيطرة لقوات المجلس الانتقالي الأمنية والعسكرية لوزارة الدفاع والداخلية. جميل، هذا جزء من هذا الاتفاق، جزء من هذا الاتفاق أعتقد أن المجلس الانتقالي التزم به، وهو الآن يشارك في هذه العملية بهذا المعنى، يعني من خلال هذا المحتوى. يعني وكم كنت أتمنى، يعني السؤال اللي سألته للزميل العزيز الأستاذ أحمد عايض فيما يتعلق بالدعم، لو أن 50% أو 25% من ما وصل من أسلحة ومعدات وغطاء جوي كان زودت به قوات الجيش الوطني والمقاومة في مأرب، لكان لها شأن آخر. يعني لما حصل ما حصل، ولا كانت قد حسمت المعركة من زمن بعيد. يعني أنت أجبرتني على أن يعني أعقب على هذا، على هذه الإجابة منك. يعني السؤال، لماذا شبوة بالذات لها هذا الدعم، ومأرب هي يمكن أن تكون أولى وهي تحمل الثقل العسكري والسياسي للحكومة الشرعية؟ أنا يبدو لي أن هناك مشروع يلوح في الأفق، يعني تسوية قادمة، يعني لمكونات مختلفة، أطرافها قوة الساحل والمجلس السياسي وما يمكن أن نسميه أنصار علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي، التجمع اليمني للإصلاع الانتقالي، يعني قوة سياسية مختلفة. يبدو أن المشروع الذي يروح في الأفق هو سيكون من ثمار هذه العمليات العسكرية وهذه الانتصارات التي يمكن أن تحقق ضد الحوثي، وستؤدي هذه العمليات إذا ما استمرت وتم كسر الحصار على مأرب بعد تطهير عتيبان وبيحان وعين وحريم، وكسر الحصار تماما عن أو دحر القوات الحوثية من مأرب ومحيطها، وربما يعني استمر تحرير صرواح والعودة إلى ونقيل ونام، يعني مرتب جبل نام وفرضة نام، أنه يعني هناك مشروع ربما إرغام الحوثي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والدخول في حوار سياسي سلمي له ما بعده إن شاء الله، ثم حدث ذلك. يعني طيب دكتور محمد جميح، برأيك ما السيناريو القادم
بالنسبة لشبوة في ظل هذه المعطيات وأيضا ما تحدث به اللواء خسروف أنه هناك في الأفق مشروع يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون خلاف ذلك، ولكن ما المصير المنتظر لشبوة؟ طبعا هو أخي العزيز يعني يبدو أن الحكومة الشرعية ويبدو أن التحالف العربي يعني وصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن التراخي مع الحوثيين يؤدي بهم إلى أن ينسوا الوقائع على الأرض وأن يأخذوا حجما أكبر ويتقدموا. وكذلك الأمريكان يبدو أنهم مقتنعون الآن بأن الحوثيين لم يعد يجدي معهم التوسل للحل السياسي، ويمكن فهم هذه التحركات عسكريا الأخيرة في شبوة وفقا لهذه المعطيات. يعني لم يعد العالم لديه مزيد من الصبر ولا الإقليم لا على الإيرانيين ولا على الحوثيين وكلائهم في اليمن، وجاء هذا التحرك من أجل ربما أيضا يصب حتى في صالح الحل السياسي العام، لأنه أحيانا إذا أردت أن تستعد للسلام فاستعد للحرب من أجل إرغام الطرف الذي يمسك بالسلاح على أن يجلس إلى مائدة المفاوضات. بالنسبة لمحافظة شبوة طبعا أنا أعتقد أنها لن تكون بمعزل عن السياق العام لما يجري في المحافظات اليمنية المختلفة، على الأقل في المحافظات المحررة. المؤمل طبعا أن لا تكتفي الخطة العسكرية الحالية بالتواجد أو طرد الحوثيين من حدود محافظة شبوة مع مأرب ومع البيضاء، وإنما حسب ما سمعنا من بعض المختصين بأنها سوف تحاول استعادة المناطق التي دخلها الحوثيون مؤخرا بعد هجومهم الأخير إلى أن وصلوا إلى جبهات جنوب مأرب. أحمد عائض، إذا ما كان دعم التحالف لمعركة شبوة مرحليا لغرض معين واتضح ذلك كما يعني إذا ما اتضح ذلك كما جرى مثلا في عدن ومناطق أخرى، ما الذي بيد الشرعية حتى تتدارك الأمور على الأرض؟ كل الأسلحة النوعية التي وصلت خلال الأسبوع الماضي كانت خاصة بمعركة شبوة لا غير. أما محافظة مأرب حتى هذه اللحظة، هو الحديث عن شبوة، حتى هذه اللحظة لن يصل محافظة مأرب أي شيء من الأسلحة. هو الحديث عن شبوة سيد أحمد عائض، الحديث عن شبوة إذا ما انقطع دعم التحالف في مرحلة معينة، حسب ما نبأ لنا من بعض القيادات العسكرية أنه تم الاتفاق بين رئاسة الجمهورية والتحالف العربي على أن هذه العملية ستشمل استكمال محافظة شبوة 3 المديريات ثم التحرك باتجاه محافظة البيضاء ومحافظة مأرب، يعني على كل بشكل عام. طيب سيد خسروف، هل لدى ميليشيا الحوثي إمكانية في مواجهة كل هذا إذا ما كان هناك مصداقية كما تؤمل ويؤمل ضيوفنا الكرام؟ يعني هل لدى الميليشيا الحوثي الإمكانية لمواجهة كل هذا إذا ما صدقت النوايا؟ إذا ما استمرت العمليات العسكرية في شبوة وتعرض بيحان واتجهت اتجاه حريب وربما جزء منها يتجه نحو البيضاء ولا يتجه اتجاه آخر، فأنا أقول لك أنه رأيي إلا واحدة من 2 خيارين، يعني إما الرضوخ للأمر الواقع والجلوس للسلم أو القتال حتى الموت. يعني ليس أمامهم فرصة للانتصار أبدا، بل ما ينتظر الحوثيين هو الهزيمة. فإن إرعووا وجنحوا إلى السلم وتعدوا للمفاوضات يمكن أن يكون هذا خير لليمن كلها، ولكن أشك أن يحصل هذا. ليس أمام الجيش الوطني إلا أن يكسر شوكة الحوثيين ليرغمهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الغريبة أن العالم كله يتحدث عن السلام وإيقاف الحرب والمفاوضات والشراكة إلا الحوثي. الحوثي لا يريدها إلا خالصة له بأمر أرحم الراحمين. طيب إذا من سد الطرف من اتجاه شبوة، إلى أين الاتجاه بالنسبة لميليشيا الحوثي عسكريا؟ الاتجاه المرسوم عسكريا ووفق أمر عملياتي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع على اطلاع بهذا هو عسيلان عين بيحان حريب مأرب ومحور قتالي آخر يتجه نحو البيضاء. هذا هو. إذا كان هناك يعني مخطط آخر لا نعلمه فلكل حادث حديث. يعني بالنسبة لميليشيا الحوثي برأيك كتحليل عسكري إلى أين ستتجه إذا ما شعرت بالخسارة في محور شبوة أو باتجاه شبوة؟
تنكفئ على نفسها وتعود أدراجها إلى البيضاء، والبيضاء يعني إما أن تقاوم أو تستسلم أو تنسحب يعني. هذه تحكمها ظروف المعركة القادمة يعني. نعم. لكن ليس أمامهم إلا الانسحاب أو القتال حتى الموت. أشكرك رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا اللواء محسن خسروف، وأيضا الشكر للمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، ومن مأرب الصحفي أحمد عائض، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.